見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係水泡位。我已經進入咗。هي السفينة التي نجت من الطوفان العظيم الذي غير وجه الأرض وقضى على حقبة من تاريخ الكون وبدأ أخرى جديدة. قصتها نعرفها جيدا، لكن وجهتها هي الأمر الغامض. وبعد أكثر من 4000 عام وحتى اليوم، والأبحاث لم تتوقف، والسؤال دائما: سفينة سيدنا نوح أين هي؟ يدور هذا السؤال في عقول كثير من الناس: أين استقرت سفينة سيدنا نوح؟ وهل ما زالت موجودة؟ كما أرقى هذا السؤال عقول معظم الباحثين والعلماء، فالكثير منهم لم يجد له إجابة مقبولة على المستوى الفكري. وفي عام 2017 أعلنت تركيا أنها عثرت على سفينة نوح، وأنها قامت بدراسات أكدت أنها موجودة على جبل أرارات جنوب البلاد، وعلى بعد 8 كيلومترات من حدود العراق. وأوضحت أن مجموعة من المستكشفين الأتراك تمكنوا من العثور على سفينة نوح في جبل شرقي تركيا يدعى جبل أرارات، حيث تقول المجموعة إنهم وجدوا هيكلاً ضخماً من الخشب يعود تاريخه إلى 4800 عام، ما يعني أنها تعود إلى نفس الوقت تقريباً الذي حدث فيه الطوفان العظيم الذي أغرق الأرض. ويقول أحد أفراد الفريق البحثي إنه يمكن القول إن الاكتشاف الذي تم التوصل إليه في جبل أرارات هي سفينة نوح بنسبة 99%، منوهاً إلى أن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى أنها سفينة نوح، مثل الحجم الكبير وعمرها الذي يرجع إلى نفس الحقبة الزمنية للطوفان العظيم. لكن لم يتم التأكد من أن تلك البقايا الخشبية تعود إلى سفينة نوح. ولم يقتصر أمر تحديد موقع سفينة نوح على تركيا، فقبلها بسنوات قالت صحيفة الجمهورية اليمنية، وبالتحديد في مارس من عام 2009، إن المهندس عارف صالح التوي كشف عن موقع سفينة نوح، مشيراً إلى أن السفينة تقع تحت الرمال وسط اليمن قرب مدينة شبوة القديمة في منطقة عساكر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد زعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عام 2019 أن علماء آثار في إسرائيل تمكنوا من العثور على مكان السفينة، وأن علماء الآثار أصبحوا على يقين بأن قرية كريات يعريم الإسرائيلية هي المكان الذي رست فيه سفينة سيدنا نوح. وفي أمريكا ذكر بعض العلماء إنهم يملكون دلائل علمية عن المكان الذي رست فيه سفينة سيدنا نوح، وزعم الموقع أن السفينة استقرت في أمريكا. ولكن حتى وإن لم يتم الوصول إلى الموقع الحقيقي لسفينة سيدنا نوح، فإن البعض قال إن كل ذلك هو مجرد ادعاءات ساعد المروجين ووسائل الإعلام على انتشارها. وستبقى قصة سيدنا نوح عليه السلام من القصص القرآنية المعبرة الحاملة للكثير من معاني الصبر والإيمان والإصرار التي تحلى بها النبي نوح خلال رحلته الطويلة لهداية قومه.